اسمي حسين فتحي حسن الطويل. هو اسمح لي اقول سعادتك، عندي بنتي حاصله على لسانس اداب قسم اجتماع من جامعه عين شمس، وبناء عليها هي من ذوي الاحتياجات الخاصه. كل اللي فيها كنا بعتنا لسياده المشير جواب مسجل وقت مكان في وزاره الدفاع، ولكن يعني مش عاوز اقول كان في حاجز بينه وبين المواطنين. النهارده انا بوجه صرخه ونداء واستغاثه للسيد رئيس الجمهوريه، بحكم ان هو اب لكل المصريين، بنتي خدت موافقه من رئيس جامعه عين شمس بالتعيين، وسياده الدكتور رئيس الجامعه جامعه عين شمس مشكورا اشر عليها للدكتوره هدى هلال لوجود ميزانيه. فهل يعني اجد سعه الصدر واجد القلب الحنون لبنتك ان هي تستلم الشغل، وان هي صرف النظر تكفيها شر الحوجه وشر العوزه؟ وتاني حاجه انا على المعاش وعندي 7 اولاد، فاتعشم في وجه الله كريم ان صوتي يوصل لسياده المشير ويكون قريب للبسطاء والناس، يعني احنا بنحبه. ولك ان تتخيل بنتي راحت تنتخبه، اصيبت يوم الانتخاب فعلى باب اللجنه هي وامها، واتعمل محضر ومذكور ذلك، المحضر رقم 8027 ل 2014 جنى حساح، هي اللي هي ماسكه الدكتوره هدى هلال اللي هي ماسكه الميزانيه بتاعه جامعه عين شمس. جالها اعتماد مالي عشان يعني لازم تبقى في درجه ماليه وفي درجه وظيفيه. ما وجهش اي اتهام لاي حد. الراجل بامانه سياده الدكتور رئيس الجامعه مشكورا مراعاه لظروف بنتي اشر عليها بالتعيين، ولكن هي المشكله بقى لها اكتر من 4 5 شهور عشان وزاره الماليه والجهاز المركزي وتدبيق كادر مالي او كده، يعني دي نواحي ماليه انا مش ملم بيها عشان اكون صادق. لكن رئيس الجامعه كان متعاطف جدا وصدر قرار بالنسبة للتعيين، بس المهم استلام الشغل ووجود درجة مالية. فيعني احنا طبعا داخلين على ايام مفترقة، وانا عندي اسرة كبيرة وطبعا على المعاش، واتعشم ان عشان بنتي ذو الاحتياجات الخاصة تلاقي رعاية وعناية من السيد عبد الفتاح السيسي.